شيء حلو انه يكون في يوم مخصص للمرأة. وعيد المرأة هو يوم حلو ان احنا نسلط فيه ضوء على انجازات النساء. عيد المرأة من اجمل الاعياد اللي بتمرق على المرأة، يعني لي انه أهمية التأكيد على حقوق الانسان، أهمية حقوق المرأة. ليس بالضرورة ان يكون للمرأة عيد، المرأة لها عيد في كل يوم وفي كل ساعة، لا يقتصر الموضوع على وقت أو زمن محدد. أنا لا أحبذ أي عيد للمرأة، أتمنى أن تنال دورها وحقها بالمجتمع بغض النظر عن الأعياد. ما بيعني المشي، يعني قلق اللي بيعترفوا بعيد المرأة. صراحة أنا عيد المرأة ما بعترف عليه، لأني بسمة من ابني لما بيكون مرضان وبشفى هي بالنسبة لي أكبر عيد. بس بعد الثورة فتحت مجالات أكثر للعمل للنساء، صار في فرص عمل أكثر، صار في منظمات أصلاً يعني مهمتها أنه هي بس تمكين النساء. حالياً تغير أنه أنا صرت موظفة، صرت أعتمد على نفسي، صرت مستقلة أكثر يعني من تقريباً من أغلب النواحي، فهو يعني نقلة نوعية من مشوار لمشوار آخر. بالسنين الماضية كنت قاعدة ربة منزل وكنت قاعدة بالبيت، فعن جد يعني حسيت انه اموري يعني كانت واقفه، ما في تطور ابدا. من خلال الثوره السوريه رغم كل التحديات اللي عم تواجهها، ولكن هي الى جانب مضيء انا بعتبره منير انه هي حسنت تنطلق من هاي القيود. اصبح التغير واضح بصراحه في مجال الاداره ومجال العمل، واصبحت الحريه بشكل واضح تمارس المراه دورها بمنطلق الحريه والشفافيه. نحن الان قد اثبتنا حضورنا واستطعنا ان ناخذ دورا فعالا واكثر حيويه ونمارس النشاطات المختلفه على كافه الاصعده التعليميه والمهنيه. قبل كانت البيت المرأة من ده صارت عمرها 13 سنة يقولوا لها بيتك زوجك أبرك خلص، بس هلأ اختلف الموضوع، صار في دراسة والبنت صار ياخذوا أهلها رأيها إذا بدها تتزوج أو لا، وصارت المرأة تشارك الرجل بكتير مجالات بكتير أعمال.